نعم دكتور، يعني نعلم أنتم يعني عشتم في الصين لسنوات طويلة، هل من قبل شاهدتم يعني الشباب يلبسون الحنفو في الشوارع؟ نعم، كانت فرصة جميلة، وقد نعم. شاهدت الشباب والفتيات يلبسن ملابس الحنفو سواء في الشارع أو أحيانا على المسارح، أحيانا في المهرجانات، نعم أحيانا في الاحتفالات، كنت أشاهدهم، وكانت هذه ملابس جميلة جدا وجذابة، وكان لها حضور في ذهني وفي قلبي أيضا. نعم يعني في رأيكم ما هي الأسباب وراء هذه الظاهرة؟ بداية، حسب معرفتي بملابس هانفو، هي نوعان على ما يبدو. النوع الأول يلبس في المناسبات الرسمية، والنوع الآخر هو العادي، فالمناسبات الهامة مثل حفلات الزفاف وما إلى ذلك. أما الملابس العادية فتلبس بشكل يعني يومي، تتميز كما رأيتها بوجود التيجان والأطواق والأحذية والألوان الزاهية والمطرزات والأحزمة الحريرية، إضافة إلى الكثير الكثير من التمازج في الأقمشة والألوان. أنا تابعت مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، لاحظت أن المتابعين والمشاهدين لهانكو زاد عددهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن 2 مليار شخص. هذا نعم رقم مذهل جدا. صحيح. هذا الرقم يعني يجعل من هذا اللباس ترند، رقم واحد في عموم الصين. فالآن أصبحت هذه الملابس ليست فقط للزينة والخروج والتمتع بالجمال، لا، بل هي أيضا نوع من أنواع التعبير عن التمسك بالتراث والتاريخ العريق للصين، وخاصة لقومية هان التي تعتز بالثقافة ولها أبعاد كثيرة جدا ومحبة وأيضا متابعة كبيرة أيضا.